السلام عليكم طلاب. بالنسبة للتجربة رقم 2 راح ناخذ شنو هو قانون اوم. قانون اوم عندي اللي شلون عندي اطبقه، شنو الاجهزة؟ قلنا ناكد على الاجهزة. الاجهزة المستخدمة هي عبارة عن باور، هنا أنا باور سبلاي، وهنا أنا عندي اوفاميتر يقيس لي قيمة التيار، وعندي مقاومة. هاي المقاومة تكون مجهولة، ما نعرف ايش قد قيمتها، وعندي هذا المصدر. الخطوة الأولى شو اسوي؟ اخذ قيمة الفولتية. قيمة الفولتية هنا أنا موجودة بالجهاز، عندي 1 فولت، هنا أنا 4، هنا أنا 7، هنا أنا 10، وهنا أنا 13. فإذا مسجل أنا قيم الفولتية، اخذ قيمة الفولتية قابلها قيمة التيار. قيمة التيار ايش قد صارت عندي؟ 1.74. نجي على القيمة رقم 2، إذا الفولتية صارت هنا أنا 4، قيمة التيار صار 4.66. نجي كذلك على رقم 7، قيمة الفولتية ايش قد صارت عندي؟ قيمة التيار العفو 7.58%. كذلك 10، هنا حيصير 10.49. واخر قراءة حاخذها هي ل 13، وقراءة ال 13 حيصير قيمة التيار هو عبارة عن 13.4. هاي بالنسبة اللي بدنا ناخذ القراءة مالتنا بالملي امبير، يعني هاي القراءة ما تاخذ ملي امبير، اما هنا فعبارة عن داخذها بالفولتية. من اجي ارسم بين قيمة الفولتية، هنا قيمة الفولتية مثلا اقول هنا 1 عندي، هنا 2، وهنا 3، وهنا 4. كذلك نجي قيمة التيار شو نقول؟ هنا 1، هنا 2، هنا 3، هنا 4، وهنا 5، وهكذا يزيد عندي العدد. اول قراءة احددها اقول انا عندي بالفولتية رقم 1، هاي الفولتية رقم 1 صارت ايش قد عندي؟ 7. اذا هنا 7.5، هنا صارت عندي 7.5. وهكذا ناخذ كل القراءات نرسمهن على خط المستقيم. وراها اوجد شنو؟ السلوب. من اوجد السلوب شو يمثل لي هذا السلوب؟ هنا ويمثل لي قيمة المقاومة، يعني قيمة المقاومة المجهولة. نجي على الشيت مال التجربة، اذا هنا قانون اوم، هنا القراءات اللي اخذناها، هنا الرسم البياني اللي رسمنا بين V وبين I، وجدنا قيمة السلوب وهي تمثل لي المقاومة المجهولة. هذا كل القوانين اللي نستخدمها قلنا داخله، وعندي ميديكال اوبليكيشن هي داخل بالامتحان من امتحانكم، يعني كرسم بياني انتم ما مسؤولين عنه، مسؤولين شنو؟ عن القانون الموجود وعن الميديكال اوبليكيشن الموجوده داخل التجربه. هاي بالنسبه لتجربه رقم 2. شكرا.